وسهلا بيكم، يا رب تكونوا في احسن صحه واحسن حال. الحقيقه تلبيه لنداء كل البنات اللي سالوني عن روتين للبشره، او عايزين افضل روتين للبشره، او مثلا هم عشان يجيبوا كريم تفتيح وكريم تقشير، او يروحوا بيوتي سنتر بيدفعوا فلوس كتير جدا، فعايزين حاجه يقدروا يستخدموها بشكل حلو. فالنهارده احنا مش بس هنتكلم عن افضل روتين للبشره، لا احنا هنتكلم عن افضل وارخص روتين للبشره، نتائجه مضمونه 100%، مكونات كلها طبيعية، وانا هعمله على نفسي علشان تقدروا تشوفوه وتسجلوا كويس. لو التزمتوا بالخطوات دي، لو عندكم اي مناسبة، عندك فرحك، فرح حد من قرايبك، عندك اي حاجة عايز تطلعي فيها، عامة عايزة تهتمي ببشرتك، هتشوفي النتيجة مذهلة، وبشرتك هتبقى زي بشرة النجمات بالظبط. خليكوا معايا وسجلوا، لانها هتكون حلقة مهمة جدا. ما تنسوش تعملوا لايك الفيديو، سبسكرايب في القناه، وفعلوا علامه الجرس علشان توصل لكم كل الفيديوهات اللي انا بعملها اول باول. وما تنسوش تشتركوا في صفحتنا على الفيسبوك، وهسيب لكم اللينك في صندوق الوصف. اول حاجه يا بنات، يعني ايه روتين او ايه هو الروتين؟ الروتين ده هو تنظيف عميق وكامل للبشره، بيخليها سليمه وبيحميها من اي تلوث او اي مؤثرات خارجيه، وبيخليها رطبه زي بشره الاطفال. طيب الروتين اللي هنعمله النهارده بيتكون من 5 خطوات اساسيه، ما ينفعش نوقع ولا خطوه منهم. ايه بقى الخطوات المهمه جدا اللي احنا هنعملها؟ اول خطوه، وهي خطوه تنظيف البشره. الخطوه دي مهمه جدا جدا، علشان هي اللي بتخلي البشره تبقى صافيه كده وتستقبل اي حاجه بعدين هنحطها عليها. لو انت مش عامله تنظيف للبشره طبعا هيبقى صعب جدا، هيبقى جلدك كله شوائب وتراب وحاجات زي كده. فاول حاجه لازم نغسل بشرتنا، واستخدمي في الكلام ده مثلا صابونه طبيه، او استخدمي الغسول الطبي، لكن ابعدي تماما عن الصابون العادي او اي حاجه مش طبيه. تاني خطوه بقى مهمه جدا في الروتين بتاعنا، وهي خطوه تقشير البشره. تقشير البشره ده مهم جدا، لان هو اول حاجه بيخلص البشره من الجلد الميت، من البقع، من التصبغات، كمان بيحميها بشكل كبير جدا من التجاعيد، وبينشط الدوره الدمويه، فيعتبر من اهم الحاجات اللي احنا بنعملها. طيب التقشير اللي هنعمله النهارده عباره عن ايه؟ اولا هو ماسك بسيط وسهل جدا جدا. بصوا بقى، ماسك التقشير بسيط جدا. اول حاجه ان انا فضيت كيسين من الشاي الاخضر، الشاي الاخضر اللي عندك في البيت، وهتحطي عليه ملعقتين عسل نحل وتفضلي تقلبي. هو ده كده ماسك التقشير اللي احنا هنشتغل عليه. الشاي الاخضر ممتاز جدا، مضاد للبكتيريا والالتهابات، لانه غني بمضادات الاكسده، كمان بيكافح ظهور التجاعيد، وبيعالج البشره الدهنيه، علشان هو بيساعد ان هو يقفل المسام، بيعالج البشره كمان من حب الشباب، وبيتخلص من الجلد الميت. الناس اللي عندها انتفاخات تحت العين والهالات السوداء برضو بيعالجها، فالمقشر ده ممتاز جدا. بصوا يا بنات كده، انا حطيت خلاص المقشر على وشي، ما رضيتش احط في الجبهه عشان ما تتخضوش من المنظر، فهو هيبقى منظره زي كده. هتفضلي تعملي تدليك في اتجاه دائري او في دواير، علشان طبعا تساعدي على التقشير. هتفضلي بقى تحاولي ان انت تعملي كده على الوش كله. طيب ركزوا معايا، بعد ما خلاص انا حاولت اعمل حركات دائريه وقشرت كل نواحي الوجه اهو، هروح اغسل الوش بميه، يعني لا هي ساقعه ولا هي سخنه، ميه فاتره، علشان نبدا نروح للخطوه رقم 3. طيب كده خلصنا الخطوه الثانيه، وهي خطوه تقشير الوجه، غسلت وشي. نيجي بقى لثالث خطوه مهمه جدا، وهي خطوه توريد وتقشير الشفايف. هنعمل سكراب بسيط جدا جدا، هنستخدمه على شفايفنا، هتلاقوا ان الشفايف اتقشرت كده وبقى لونها وردي. سكراب الشفايف يا بنات بيتكون من اول حاجه ملعقه من عسل النحل، وهحط عليها ملعقه برضو من السكر صغيره، وهبدا اقلبهم مع بعض. ده سكراب ممتاز جدا جدا، اول حاجه ان هو بيقشر الشفايف، مش بس كده، ده كمان بيديلها لون وردي، فيعتبر من اهم السكرابات اللي ممكن تعملوها، وباقل التكاليف وبارخصها. زي ما انتم شايفين كده، هيبقى عجينه كده صغيره هي اللي هتساعدنا في السكراب. بصوا يا بنات، افضل حاجه ان انتوا تعملوا السكراب ده بالفرشه، تكون فرشه جديده، هتحطي منها كده على الماده بتاعت السكراب وتبداي تقشري الشفايف. كده عملنا السكراب زي ما انتوا شايفين، عملت حركات دائريه، و
يعني على كل الشفايف، واشتغل تقريبا لمدة يعني 5-10 دقائق براحتك لغاية لما تعملي حركة تقشير كويسة جدا، يعني 5 دقائق كويسة قوي. وبعدين برضو هتغسلي شفايفك بمية لا هي ساقعة ولا هي سخنة، بمية فترة. وبكده نبقى خلصنا الخطوة الثالثة. وزي ما انتوا هتلاحظوا هتلاقوا فيه كده ان هو يعني في توريد كده، الشفايف لونها وردي، وتعتبر طبعا حاجة بسيطة وسيمبل وبأسهل المكونات. طيب نيجي بقى للخطوة الرابعة، وهي خطوة مهمة جدا، وهي خطوة الرؤوس السوداء. الرؤوس السوداء اللي هي عاملة مشكلة لكل الناس، النهاردة هنعمل حاجة بسيطة جدا علشان تتخلصوا من الرؤوس السوداء بمنتهى البساطة. ببساطة شديدة هنحتاج الفازلين، اللي عندنا حتة من الفازلين، هنحتاج حتة من الكيس ده، واخيرا هنحتاج فوطة تكون محطوطة في مية سخنة، يعني اغلي مية وحطيها في طبق وحطي فيها الفوطه واسبيها يعني بس 10 دقائق لغايه لما يبقى الدفيان محتمل. بصوا يا بنات، اول حاجه حته من الفازلين هتبداي تحطيها على مناخيرك وعلى اللي هي الرؤوس السوداء، هتبداي طبعا تفرشيها كويس على المناخير كلها وعلى الرؤوس السوداء. وبعدين هتجيبي قطعه الكيس النايلون اللي احنا قلنا عليها وهتبداي تلزقيها على الانف. طبعا زي ما احنا عارفين كده هي هتلزق وحدها اصلا، لان الفازلين يعني مادة كده لزجة فهيمسك الكيس فيه. تمام، دلوقتي انا محتاجة افتح المسام بتاعت الانف. هجيب الفوطة السخنة اللي احنا قلنا دافية وهحطها فوق مناخيري لمدة ربع ساعة. بعد ربع ساعة هشيل الفوطة واشيل الكيس، هلاقي طبعا المنطقة سخنت شوية وابتدت كل الحاجات الدهنية تبدأ تطلع، هتحسوا بيها. طيب هنستخدم ايه؟ احنا قلنا النهاردة بنستخدم ارخص حاجة بنسة، اي بنسة عندك في البيت بس تكون جديدة، اهم حاجة مش تكوني بتستخدميها، تكون بنسة جديدة. وهنعقمها ان احنا نحطها في كحول علشان تبقى معقمة، وهنبدأ بالبنسة دي نيجي على المناخير كده ونضغط عليها هتطلعوا كل الرؤوس السوداء وكل الدهون دي. ابسط حاجة علشان تزيلي بيها كل او اي رؤوس موجودة على الانف. طيب بعد ما عملنا كده دلوقتي المنطقة دي متدهننة، فهنغسلها كويس جدا علشان نشيلها من اي دهون او من اي حاجة تبقى لازقة فيها. ودلوقتي طبعا المسام بتاعت الوش كله تعتبر دلوقتي مفتوحة، يعني انا عملت تقشير الشفايف، عملت تقشير الانف، فكل ده يعتبر مفتوح، فهلجأ لحاجة كويسة جدا علشان اقفل المسام دي. افضل حاجة عشان تقفلوا المسام المفتوحة هي تلجة، تلجة وهتبدأوا تمرروها على الوش كله علشان اي مسام مفتوحة تتقفل، وتتأكدوا انه كده خلاص. لان طبعا يا جماعة لو في مسام مفتوحة ده هيأثر على انه يبقى في مثلا تلقط البشرة اي ميكروبات اي حاجة، فتمرري تلجة كده على البشرة علشان يبقى مفيش اي مسام موجودة اطلاقا. نيجي بقى لاخر حاجة والخطوة الاخيرة، وهي خطوة الترطيب. طبعا الوش بعد ده كله بيبقى التهب، فمحتاج حاجة ترطب وحاجة تهدي من الوش وكده يرجع تاني للليفل الطبيعي بتاعه، ما يبقاش كده ايه ملتهب. المرطب اللي بحبه جدا هو عبارة عن ملعقة من المية او ملعقتين زائد ملعقة من اللبن وعليهم ملعقة واحدة بس من عسل النحل زي ما انتوا شايفين. هفضل اقلبهم لغاية لما يمتزجوا ببعض. ده يا جماعة افضل مرطب تعمليه، حتى لو عايزة انت بتعملي تقشير مع نفسك ومش ماشية معانا، يعني ده افضل مرطب تستخدميه لانه حلو جدا. اللبن والعسل الاتنين فوائدهم مش بتنتهي للبشرة، ومن افضل الحاجات اللي احنا ممكن نستخدمها. بعد ما عملنا ماسك الترطيب اللي هو اللبن والعسل، هبدأ بقطنة بس احط من الماسك ده على وشي ووزع على وشي كله واسيبه لمدة 10 دقائق بالظبط. بعد ما عملت بقى الترطيب وحطيت بالقطنه ووزعت على وشي كله هسيبه لمده 10 دقائق بالظبط وبعدين اغسله. اللي احنا حاطينه ده هيهدي البشره خالص بعد طبعا كل الخطوات اللي احنا عملناها، مش بس كده هينور البشره جدا، فهتحسي بفرق رهيب. يعني انت مش بس قشرتي، لا كمان قشرتي وعملتي ترطيب، فبكده هنبقى يعني عملنا الروتين باكمل وجه وباجمل شكل.
بس كده خلصت القصة. يبقى كده احنا لو مشينا على الخمس خطوات دول، اول حاجة تنظيف للبشرة، تاني حاجة تقشير للبشرة، تالت حاجة تقشير للشفايف، رابع حاجة ان احنا هنعمل حاجة للرؤوس السوداء علشان نشيلها، واخيرا هنعمل ترطيب. لو التزمتوا على الحاجات دي هتبقى بشرتكم حلوة جدا ومختلفة جدا، واي حد هيشوفك هيلاحظ الفرق، وانت كمان هتبقي راضية جدا جدا عن نفسك. اتمنى تكون الحلقة مفيدة وتكونوا استفدتوا منها. لو عجبتكم الحلقة ما تنسوش لايك سبسكرايب شير الفيديو في كل حتة، واشوفكم على خير الحلقة الجاية ان شاء الله. باي باي.